لا هو أعمالا
سيرة حسنة أريتكم من عند أبي، ف من أجل أي عمل منها ترجمونني؟ فأجابه اليهود وقالوا: ليس من أجل عمل حسن نرجمك، بل لأجل تكذيب، فأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. فأجابهم يسوع وقال: أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت أنكم آلهة؟ فإن كان قد قال لأولئك أنهم آلهة الذين صارت إليهم كلمة الله، ولا يمكن أن ينقض الكتاب، فالذي قدسه الآب وأرسله إلى العالم، أتقولون له إنك تجده لي إني قلت أنا هو ابن الله؟ إن كنت لست أعمل أعمال أبي فلا تؤمن بي، ولكن إن كنت أعملها فإن لم تؤمنوا بي فآمنوا بالأعمالي لكي تعلموا وتعرفوا إني أنا في أبي وأبي في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.